بقت في الفترة الأخيرة بالذات الجماهير بتستنى المباراة دي. طبعا هي خلي بالك طبعا هي مباراه كبيره، مباراه يعني اعتقد نادي بيراميدز رغم ان هو يمكن في بدايه الدوري ما حققش النتائج المطلوبه او المتوقعه، لكن يبقى فريق كبير عنده لعيبه مميزه جدا. لكن النادي الاهلي كمان باصص بشكل ومركز على المباراه ديت زي ما انت قلت استعدادا كمان للحاله المعنويه للعيبه ان شاء الله، انك تطلع لبطوله كاس العالم وانت فايز وانت متصدر الدوري، ده شيء ايجابي وشيء ان شاء الله مهم جدا. كمان مواجهة النادي الأهلي قدام بيراميدز دايما بتكون مواجهات قوية، يعني ده النادي الأهلي دايما متعود ان هذه المباريات يعني مش هنكبر قوي في الموضوع، لكن هي مباراة بثلاث نقط، وايا كانت يعني قبل كأس العالم أندية ان شاء الله فريقنا يكون على قد المسؤولية ويظهر الوجه الشوط الثاني ان شاء الله من اول المباراة. رغم خليك يعني انا اتفرجت على مباراة ثاني، مباراة المقاولين العرب كانت مباراة جيدة جدا، لكن استعدادات النادي الأهلي دايما يعني زي ما حضراتكم شايفين بيستعد بشكل جيد جدا، حالة من التركيز العالية جدا، الجدية كمان في التدريب، ده شيء مهم جدا لتحقيق الفوز بكرة إن شاء الله عشان مواصلة الانتصارات والاستمرار دايما في صدارة الدوري، يعني ده مهم جدا على الحالة المعنوية قبل ما نسافر إن شاء الله.